الشيء اكثر الأسلحة اللي انت تقتنيها. انا اقتنيت سلاح التلميز قبل كده. احنا مين التيم تبعنا؟ انا وانت. انا وانت ولا حد تالتنا. ابتدي يلا. ايوه برافو. الإصابة الأولى أوكي. الإصابة الأولى أوكي. برافو 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 يا عمي. أنت ركز. أنت فضحت أمي. كل يوم تقول لي هذا الكلام. صابني ليلي يا يلا يلا معليش وين هي راسك. يلا 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 يلا. برافو برافو. اطلع فوق اطلع فوق. ايوه ايوه ايوه. اربع لك يا شباب. مين عم يقوس؟ فضحتنا يا اخي. هيا حبيبي هيا هيا. لا لازم تعلي لازم. في حدا عم يقوسني من ورا يا حسن. ما ينفع ما ينفع. خلاص خلاص. زي ما قلت لك في البداية هتكمل اللقاء مع زميلتنا سارة مراد. لازم ريح بس دهية. لازم تريح دهية. ايه نجيب سرير ولا ايه؟ بقول لك بأمانة كلمة عمري ما قلتها لأي ضيف. انا فعلا استمتعت معك. انا فعلا استمتعت معك وانا فعلا اتلسوعت معك. اهلا وسهلا. هاي سارة. هاي ما تصلي. مش اخبارك؟ نورتنا. ده ايه ده؟ دي لابسة ايه سارة دي؟ وومن ان بلاد. اتفضل هنريحك. جيب لك موية مناديل. والواد سبقها ومفيش اتيكيت. تعبوك شكله ولا ايش؟ صار لي زمان ما لعبت سبور. اوكي. ماني متهيئ نفسيا لهيك قصة. لا ده في قصة أكبر احنا خايفين نحكيها لك. بنتك اسمها ساندرا. ساندرا صح؟ صح. أنا بنت اسمها ملك. ملك؟ ما شاء الله. لا أنتوا جايين تتسامروا ولا إيه؟ عندنا برنامج. يلا يما. بس هذا الجيل إيش صعب تربيته؟ صعب جدا. ضمن هي الظروف. يابا خلينا في موضوعنا. خش يا ولية على البرنامج. ما بتعرفي شو بدك تجاوبي. إيه. في أسئلة الجواب عليها صعب. بس لازم تلاقي جواب. لا انتوا تقعدوا في المول واحنا نكمل البرنامج من غيركم. اهلا وسهلا فيكم في برنامج فيجوال رياليتي. يسعدنا انه يكون معانا اليوم الفنان صاحب اجمل طله اللي حنقلش عليه ونتسلى. معتصم النجوميه حاليا بالموهبه ام بعدد الفولورز؟ لا النجوميه بدأنا الحقيقه. طب كيف بتحمي نفسك من اشاعات وسخونه مواقع التواصل؟ بمشي بشمسيه. انا جدا سعيده بحوارنا معتصم وجدا سعيده بوجودك معنا. والان بحجان ناوي يكون ده اخر نهار يشوفه معتصم النهار. ادعوا لنا. السلام عليكم.